عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من سلسلة حلقات 5 تسبيح بفهم، ودي الحلقة 17 في تعليم النوتة الموسيقية. وطبعا بحب إنك أنت تشوف 16 حلقة اللي فاتوا قبل ما تشوف الحلقة دي. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا إزاي وإحنا بنرتب أي لحن نقسمه لجمل ولعبارات، وعرفنا إزاي نعمل فريزنج وإزاي نعمل بانكتويشن. النهاردة هنتعلم حاجتين مهمين. نمرة واحد، أعمل إيه لما ألاقي مرجع آخره بريما فولتا وسكوندا فولتا. نمرة اتنين، ايه هي فايدة الترانسبوزيشن؟ الترانسبوزيشن يا جماعة معناها التصوير، بس التصوير في المزيكا مختلف عن التصوير العادي. طب تعالوا الاول نفهم حكاية البريما فولتا والسكوندا فولتا. لما بيكون في مرجع بيتعاد زي ما هو بالظبط ما عدا اخر مزورة او اخر مزورتين او اخر ثلاث موازين، بنعمل ايه؟ هنا لازم نستخدم البريما فولتا والسكوندا فولتا. فبنكتب رقم واحد على الجزء اللي بيتقال في آخر الجملة أول مرة، ولما هيتغير بقى في الإعادة تاني مرة نكتب رقم اتنين على الجزء اللي هيتغير بس في الإعادة. هي دي، خلصت كده. وكتطبيق عملي هنلاقي في لحن قطني خورس في المزورة 86 مرجع بنرنم فيه ونقول أفتنف ثلاث مرات. أفتنف معناها قامة. أول مرة بتتقال زي ما هي، وبعدها بتتعاد تاني مرة زي ما هي برضو ما عدا النهاية بتاعتها بس. ليه؟ لأنها بتتشبك مع تالت أفتنف. فأول مرة نقول المرجع، وفي آخر نقول البريما فولتا اللي محطوط عليها علامة واحد، وتاني مرة وإحنا بنعيد نعيد المرجع، وفي آخره نسيب البريما فولتا ما نقولهاش ونقول السكوندا فولتا، وبعدها نكمل عادي أفتون في التالتة. تعالوا نقراهم مع بعض. اتفضل. ري سول فا سول فا مي فا مي لا سول فا مي ري فا مي فا سول لا سول فا مي ري مي ري سول فا سول فا مي فا مي لا سول فا مي ري فا مي فا سول لا سول فا مي ري مي لا سول فا مي لا سول فا مي فا سول لا سول لا. آخر حاجة هنتعلمها النهاردة الترانسبوزيشن اللي بيسموه التصوير، بس ما هوش التصوير الفوتوغرافي او تصوير الفيديو اللي زي اللي بنعمله دلوقتي احنا هنا. لا، التصوير في المزيكا هو نسخ او نقل او تغيير او عزف لحن او مقطوعة موسيقية من طبقة صوتية الى طبقة صوتية تانية. علشان ابسطها لكم، مش بيحصل مثلا تيجي تقول لحن او ترتيله مع واحد بيعزف لك اورج مثلا، وبعدين تلاقي الطبقه بتاعه اللحن او الترتيله وهي بتتعزف على الاورج تلاقيها واطيه، فتقول للي بيعزف لا دي طبقتها واطيه عليا، اعمل معروف علي للطبقه شويه. اهي اعمل معروف علي للطبقه شويه، دي هي دي الترانسبوزيشن. هي تصوير اللحن زي ما هو بس من طبقه تانية، سواء اعلى او اوطى من الطبقه الاولى. واحد هيقول لي طب وحضرتك مال ده ومال لحن قطني خورس؟ ده اللحن طبقته كويسة واحنا متشكرين على كده. هنا لازم بقى نفهم ليه الملحنين والمؤلفين بيحبوا احيانا يعلوا الطبق. لو تلاحظوا في تراتيل كتيرة وفي اغاني كتيرة بعد ما يقولوا الترنيمة يعيدوا حتة منها في الاخر بطبق اعلى تون او اعلى نص تون. تعالوا نسمع الترتيلة دي كده ونشوف الملحنين عملوا الحكاية دي ازاي. زي ما شفنا اللحن بيترفع تون بس فجأة. بصراحة أنا مش بحب الطريقة دي لأنها ضد قواعد الترانسبوزيشن اللي تعلمناها في الأكاديمية بتاعة الموسيقى.
لكن بعض الملحنين بيحبوا يعملوا كده علشان يشدوا اللحن ويجذبوا انتباه المستمع بالتغيير ده، وعشان يكسروا الملل. الحقيقة في لحن قطني خورس، هذا الملحن الروحاني ابتدى اللحن بجمل موسيقية من طبقة، وأنهى اللحن بنفس الجمل بس رفع الطبقة الصوتية للحن بتاع البداية تون كامل. بس الحقيقة عمل كل ده بدون ما يكسر قواعد الترانسبوزيشن. إزاي؟ ابتدى زي ما ابتدى من مقام بياتي، وفضل يتسلل عبر المقامات بس بذكاء علمي وفني وروحاني. تعالوا نشوف عمل ايه هذا العبقري. من مزورة 1 لـ22 ابتدى اللحن من مقام بياتي الدوكا عادي خالص، بس بعدها ابتدى يتسحب بشويش من غير ما حد يحس، وراح لامس درجة المي البوسلك اللي هي المي الطبيعية. ليه بالذات المي الطبيعية دي؟ هنفهم بعدين. وبعدها راح لامس درجة الكوشت اللي هي عبارة عن السي الطبيعية، وبعد كده راح راجع عادي كأنه ما عملش أي حاجة خالص. كل ده لمس بريء عابر بيعمل تلوين موسيقي عايز يحسسنا بالقيامة وبأفراح القيامة. لكن من المزورة 38 للمزورة 52 ابتدى يحول رسمي من المي سيكا اللي هي المي مايكروتون ربع تون يعني، إلى المي البوسلك الطبيعية. ليه اشمعنا المي الطبيعية دي؟ هنفهم بعدين. وبعدين حول لمقام نهواند الدوكا، علشان كده ابتدت تظهر عندنا نغمة غريبة جدا هي نغمة الدودييز، لأنها بتعتبر حساس مقام الريمينير. بعدها من المزورة 65 للمزورة 93 ظهرت لينا نغمة فا نص دييز. فا نص دييز دي تعتبر برضو مايكروتون، بيسموها نيم جهركا مايكروتون، يعني ربع تون برضو زي ما انتوا بتسموها. فبكده راح محول لمقام راست الدوكا، مقام جديد راح ظهر فجأة. شوفوا عمال يغير في المقامات، كل ده مش عايز يخبطني مرة واحدة برفع التون ده. بعد كده جه من مزورة 94 ل133 وراح مستغل نغمة النمج هركادي اللي هي تعتبر ربع تون عشان يروح لمقام البياتي، متصور أعلى تون على المي الطبيعية بدل ما كان مصوره زمان على نغمة الري. عرفتوا ليه قاعد كل شوية يسمعنا المي الطبيعية دي؟ كل شوية يسمعنا المي الطبيعية دي عشان تترسخ في الودن، فلما يحاول لمقام بياتي اللي بيرتكز عليها هي اللي هي نغمة المي البوسلك الطبيعية ده، هي ما تبقاش غريبة على الودن. عبقرية فعلا. بصوا النوتة قدامنا، ادي مقام البياتي الدوكا اللي بيرتكز على نغمة ري في اول اللحن، وادي مقام بياتي البوسلك اللي بيرتكز على درجة المي في اخر اللحن، وبيقفل بي اللحن كله بعد ما رفع المقام كله تون كامل في كلمة أفتنف التالتة. فبقى التصوير هنا ليه معنى روحي وليه قيمة موسيقية مريحة للودن. مفيش تحويل مفاجئ، بل تحولات سلسة سلسة جدا، غاية في الذكاء الموسيقي. بجد شابو لهذا الملحن الذي لا أعرف اسمه، ويريت الباحثين يدلون على اسم وزمن تأليف هذا اللحن اللي يقال أنه تقريبا في القرن 15. تعالوا بعد ما عرفنا فايدة الفريزنج والبانكتويشن، وبعد ما عرفنا نقرأ مرجع فيه بريما فولتا وفيه سكوندا فولتا، وبعد ما عرفنا سر التصوير لمقام بياتي تون كامل أعلى، تعالوا نقرأ كله على بعضه بالنوتة الموسيقية ونودعه. نودعه إلى ألحان أخرى نتعلم نقراها بالنوتة الموسيقية، وإلى مواضيع موسيقية جديدة نتعلمها سوا. يلا تفضلوا نقرأ اللحن مع بعض وعلى بعضه. Oh,
you
عزيزي المشاهد بقراية لحن كاتن يخورس بالنوتة الموسيقية ومعرفة كل أسراره الموسيقية. انتهت حلقة النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامج 5 تسبيحات.